يحضر الناس الكبير. فكان بعض أهل العلم يذكر السند، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يقول إذا ذكر الإسناد أحالك، يعني ذكر الكذاب الذي فيه خلاص برئت ذمته. نحن الآن بعد تلك الفترة نقرأ الإسناد، تمام تقرأ الإسناد كتاب. أنت لما الكتاب الذي بين يديك كتاب مسند. شو يعني كتاب مسند؟ يعني في حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن أبي سعيد عن ابن عمر عن 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 وبذكر الحديث. فالسند هذاك ما بيعنيك. لو أنت تقرأ أمامي أنا بقول لك السند هذا، هذا في كذاب وهذا كذاب وهذا كذاب. في ذاك الناس كل الناس يعرفون أنه كذاب. الإمام الذهبي له كتاب أنا أعتبره كالفاكهة وأحبه كثيرا، بارك الله فيك، قرأته مرات كثيرة، اسمه سير أعلام النبلاء، أعلام الأمة، نبلاء الأمة. هذا من هو؟ الذهبي. نعم. اسمه سير أعلام النبلاء. فلما ترجم لأبو الليث سمرقندي وذكر كتابه تنبيه الغافلين، بارك الله فيك، قال وراجت عليه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كذب وزور. ذكر الذهبي. والإمام الذهبي من أعدل النقاد من علماء المسلمين. فهذا كتاب أنا ألفت كتاب طبع طبعه في الرياض ومقرر بفضل الله على دراسات العليا في جامعة الرياض، درسوا في مرحلة الدكتوراه بفضل الله ما شاء الله. سميت الكتاب كتب حذر من العلماء، كتب حذر من العلماء. فذكرت هذا الكلام وتحذيرات علماءنا السابقين منه، ومنها مقولة الذهبي هذا عن كتاب هذا. فأبو الليث السمرقندي لا يقرأ له، لا يقرأ له أبدا، بارك الله فيه، والله إنني إلا محدث أقرأ. إلا محدث يعرف الرواة فيقرأ الراوي يقول هذا كذب، هذا فيه فلان كذاب، هذا كذب، هذا فيه فلان. كتاب لا يقرأ أبدا. اقرأ للذهبي، اقرأ لابن القيم، اقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية، اقرأ لهؤلاء. أما أبو الليث السمرقندي ما عليه عيب لأنه أحالك، وفي زمنهم من أسند فقد أحالك. ذكر ابن القيم الجوزية هذا، ابن القيم إمام كبير، ابن القيم متوفى سنة 751، نعم، غير ذاك المتوفى سنة 300 أو شوي، كان قريب. فابن القيم يذكر الصحيح ويذكر الكلام البديع. نعم. ابن القيم كتبه تكتب، ما أقول بماء الذهب، نعم، كتب ابن القيم تكتب بماء العيون، الله بماء العيون. الله، ابن القيم كتب رفيعة وعالية وفيها رقة وفيها قرب من الله سبحانه وتعالى. كان فيها الغافلين ابن القيم الجوزية. ابن القيم الجوزية في اثنان، واحد ابن القيم محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن الزرعي، من زرعة من دمشق، شامي دمشقي ابن القيم القيم. وفي آخر اسمه عبد الرحمن ابن الجوزي، هذا واعظ أيضا وهذا في بغداد. كان ابن الجوزي مقدم على ابن في السن، يعني ابن الجوزي قبل ابن القيم قبل ابن تيمية، لكن كتب ابن القيم أحسن من كتب ابن الجوزي. كتب ابن الجوزي جيدة بالجملة، بالجملة جيدة، بس كتب ابن القيم أحسن كتب ابن الجوزي، والله أعلم. فما ننصح أبدا بقراءة كتب أبو الليث، ما ننصح بارك أبدا. الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك. بس يا شيخ لو تنصحنا بكتاب يعني يكون أروح أشتريه وأقرأ فيه وأستمتع. رياض الصالحين مهم. رياض الصالحين مهم. رياض الصالحين الإمام النووي، الإمام النووي كتاب جيد، كتاب جيد، وفيه خلاصة الأحاديث الصحيحة والحسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممتاز. رياض الصالحين وشيخ، إذا اشتريت رياض الصالحين مع شرح الشيخ ابن عثيمين نور على نور. الشيخ ابن عثيمين له مجالس في بريدة، شرح كتاب رياض الصالحين. إذا قرأت رياض الصالحين وشرح الشيخ ابن عثيمين عليه يكون نافع، يكون نافع. ننتفع فيه هذا. الله يجزاك خير. وياك. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير.
وإذا استطعت تحفظ 40 النووية. أحفظها؟ في 40 حديث الإمام النووي. إيه نعم. 40 حديث. إيه. هذا تحتاج حفظ غيبي. بس الأهم من 40 النووية تحفظ الأذكار. أذكار الصباح وأذكار المساء. أحفظها يا شيخ. الحمد لله. اللهم رب العالمين. صور صور هذا السؤال. صور هذا السؤال. سؤال صور. حسن المسلم صغير معروف على الفيسبوك يعني لعله طبع الان من حسن المسلم قلت مئات الملايين اقول يكون قليل العدد مئات الملايين من النسخ وترجم الى اكثر من 20 لغه كتاب بديع هذا كتاب الحسن المسلم صغير لكنه بديع شيخ ممكن بث مباشر بيسال سؤال اخونا النظام نعم شيخنا ممكن بث مباشر واحد لا لا بلاش لا في اخت تسال هناك ممنوعين بان لا هذا من خارج الأردن قالوا سجلوا بس بث شهور هناك في اخت تسال تقول في اي سن في اي سن البس بنتي اللباس الشرعي عمره علما ان عمرها 7 سنوات جزاك الله خير اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث كلنا يعرفه وينبغي أن نعرفه وينبغي أن نعلمه أبناءنا ذكورا وإناثا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع وفرقوا بينهم في المضاجع الوالد لما يستيقظ لصلاة الفجر لا يجوز له أن يترك أولاده دون الصلاة وإذا وقع في قلبه أنه والله هذا ولد صغير وبحاجة لنوم وارفق فيه أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أرفق بابنك منك محمد صلى الله عليه وسلم أرفق بولدك منك وأمرك أن تأمره بالصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 يؤمرون بالصلاة 7 سنوات وعلى سن 10 يضربون ضرب غير مبرح ضرب مع حب تضربه تشعر انك بحبه ما تنتقم منه ضرب من اجل الحب انا لي تجربه مع بنت صغيره تزوجت الان رضي الله عنها الله يرضى عنها كانت عمرها دون 10 بقليل اذهب لصلاه الفجر استيقظها استيقظي يا بثينة استيقظ الفجر ظل نايمه شوية أرفع صوتي صلي قوم صلي الفجر فأرفع إيدي ومازحها قل صلي قوم صلي الفجر طلع علي نائمة قل يا أبوي أنا ما صار عمر 10 سنين قلت آه أنت بعد ما عمرك 10 سنين طب نامي نامي لما صار عمري تضربي فالصغير وأهل البيت الشعار أمر بالصلاة 7 ضرب 10 شعار الكل يعرف الولد والبنت والزوجة والكل طبعا الزوجة من أولى الناس أنا تضرب بعد 10 من أولى ما تصلي تضرب مهما حبة مو ضرب انتقام بس تترك زوجتك بدون ما تصلي لا الحين إذا تضربها يا شيخ صلاة الأولاد إذا تضربها يخلعونها هذا والله مجرم والله مجرم والله الذي يترك أولاده بدون صلاة مجرم طيب شو معنى الحديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 وضربوهم عليها وهم أبناء 10 هذا هو جواب سؤال أخينا نضال أخونا نضال بيسأل يقول بنت 7 سنين تلبس الجلباب قالوا لا العلماء قالوا مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 الصلاة وما هو حولها شو حولها صلاة استنجاء وضوء غسل نجاسة كيف تخلص منها تدربوا من 7 سنين تدرب بدا يعرف 3 سنوات دربة العشرة في ضرب العشرة في ضرب لكن لا يلزم من الضرب عدم الحب أنا أضربه لأني أحبه لما ولدك يغلط تكون تحبه لازم تحطه جنبك صليت الفجر ما صليت الفجر شو هذه بدها نبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا ضرب أي ضرب يغلط يضرب بفهم فهم ضرب بدون مش مبرح ولا يؤذي طيب ولا مره يا شيخ ولا يؤذي المرأة تضرب 10 سنين ضرب لا المرأة مرأتي الزوج باب أولى صار عمره 10 سنين وزيادة ما يهمل 10 سنين يقوم عليها الحديث يقوم عليها الحد يهمل الحديث المرأة ما صارت 10 سنين دخلها في الحديث في فطور الآن الجلباب الآن الجلباب على 10 تضرب تطلع برا لابسة ترعى وتطلع لا تضرب
ومن 7 إلى 10 بتتدرب. قبل سيرة 10 سنين قبل تدريب يا جماعة. جداتنا متى تزوجوا؟ قبل 7. جداتنا أنا كنت في بيئة واحدة معي. كم عمر جداتنا لما تزوجوا؟ 10 سنين 11 سنة. 11 سنة 12 سنة صحيح. يعني 10 سنين 11 سنة بالغة. يعني إذا البنت صارت بالغة وأولا ما وجدت حياء من نفسها، وثانيا ما وجدت غيرة من أبيها أو من أخيها، من أين لها الحياء والغيرة بعد ذلك؟ تبخرت خلاص. إيش مصيبة المسلمات اليوم؟ لا حياء ولا غيرة منها ولا غيرة من ولي أمرها. خلاص البنت راح. فالبنت لما يصير 10 سنين قل يا بنتي الآن أنت كبيرة خلاص استر رأسك، لكن أنا لا أعاقبها لكن أدربها وأهيئها قبل أن تصل البلوغ، قبل أن تصل البلوغ تكون جاهزة، تكون جاهزة تعرف العورات وجاهزة أنها ما ترى الرجال وما شابه. فإذا يقول الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما عوده عليه أبوه، فكيف الوالد بعود أولاده بنشأ الولد. بنشأ الولد. فبنت السابع غير ملزمة بلباس الشرعي. بنت السابع غير ملزمة، لكن لا يمنع يكون عندها لباس شرعي ولو كانت أقل من 7، يعني تلبسه تتدرب عليه، تحمد أبوها وإخوانها يحمدوها بهذا اللباس وإنها جميلة وإنها، لأنها إذا ما فعلوا هذا في شياطين كثار برا ترغب في برا ما أكثر الشياطين، فتحمد وتشجع. لما تصير 10 تتدرب، لما تبلغ خلاص مع البلوغ ما ينبغي أن يرى أن ترى الرجال ولا الرجال يروها، خلاص هي الآن بعيدة يعني. وسبحان الله لله جل في علا حكم في خلقته، البنت لما تصير عمرها يعني 11 سنة 12 سنة تبدأ تظهر لها أرداء، تظهر لها أرداء، تظهر لها يعني كأن الله يقول لوليها زوجها، خلاص صارت زوجة. اليوم للأسف اليوم 15 16 و17 صغيرة صغيرة صغيرة، هذه متى تكبر؟ بنت ال 15 صغيرة متى تكبر؟ متى تكبر عند ال 15 صغيرة؟ صغيرة بالغة و14 بالغة. وأنتم بلادكم بلاد مباركة، بلاد الحر، بلاد فيها البلوغ بكير أبكر من غيركم، يعني البنت العشر والإحداش تكون بالغ. وكذلك الشاب، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص والده عمرو بن العاص بينهما 11 سنة، الوالد والولد 11 سنة الله بينهم يعني عمره 22 تزوجوا عمره 10 تزوج 10 سنين وجابوه 11 قال الولد ينجنون الحين لو واحد تزوج على 11. ما اجمل الشرع اخواني، لكن الغرب يقبحون الشرع في اعينهم ومؤامرة تجري علينا ونحن نشعر، وتجري على زوجاتنا وعلى أبنائنا وعلى بناتنا، ويريدون يحللون من الشرع للأسف، يبعدون عن الالتزام بالشريعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. عمره 15 خالد أخوي عرس عمره 14 إيه. كان عندك سؤال صالح عرس عمره 16 كان عندك سؤال وقفت شو هو؟ والله بالنسبة اللي قبل 7 سنين جاوب على الشيخ اللي قبل 7 سنين بعضهم يظن أنها صغيرة يلبسها لهين. لا تبقى العورة، تبقى يبقى ما يسمى السجية والفطرة. السجية السجية العاقل العورة اسمها سوءة، العورة اسمها سوءة، ومعنى سوءة يسوء الإنسان أن يظهر عورته. صغير ولا كبير؟ يسوء، هذا يسوء، الأصل يسوء. الغرب نسأل الله العافية، الغرب ما يعرف هذا. ما يعرفون. لأنه ما هو أصحاب فطرة، فطرة مين سليم؟ نعم. فطرة مين سليم؟ والله يا شيخ. إذا صار اليوم. الغرب صار يتزوجون بعض أخي. الرجال يتزوج. نسأل الله. الرجال يتزوج، يعني وزير أمريكي يتزوج الثاني هذا كذي. على المثليين يتكلم. إيه المثليين معروف. معروف. المثليين. للأسف المثليين ها اللي يسمونهم. يعني زي مثليين مثلي يعني زي. هذا كله نسأل الله العافية. أقول مشكلة مين هذا؟ يقول بعض التابعين من الكوفيين يقول إني لا أحرص على الحسنة
طمعا بأختها التي هي أكبر منها، وإني لأترك السيئة خوفا من أختها التي هي أكبر منها. فهم من شدة إدمانهم على المعاصي، فالمعصية لها أخت وأختها أكبر منها. فلما والعياذ بالله تعالى الغرب من قبائح البشرية، وسيكتب هذا في التاريخ، أن يكون الغرب هو الشعب المتقدم. الغربي الآن لو تسألوا مين أبوك ما بيعرف، لأنه ما بيعرف مين أبوه حقيقة. لذا الغربي لما أبوه يكبر بيضعه في بيت العجزة، لأنه هو أبوه، وبيجيب بدلا منه كلب عزكم الله، وبيبدأ طعم الكلب ويشوح على الكلب، والأب مو سأل عنه. إحنا والله الحمد لله في بلاد المسلمين الأب كلما كبر كلما عظم في علم الأبناء والبنات، ويصبح له قيمة كبيرة، وهذا من فضل الله علينا، من فضل ديننا علينا. شيخي لو قلت الحسنة أطمع بالحسنة علشان تجي القول من صاحب القول؟ صاحب القول علقمة ابن وائل الكوفي. أي وش قاله؟ يقول تابعي كوفي، يقول إني لا أفعل الحسنة طمعا في أختها التي هي أكبر منها، وإني لا أترك السيئات خوفا من أختها التي هي أكبر منها. سجلت. فالشاهد الغرب لما الآن صار عنده فوضى جنسية وشبع من النساء، إيش صار بعد؟ شو السيئة التي بعدها؟ الرجال. المثلية. نعم يتزوجون الرجال. السيئة التي بعدها المثلية. بعض حكام الغرب كالنمسا، كحاكم النمسا، زواجه مثلي، زوجه رجل، صلى العافية، صلى العافية، شيء عجب. الآن يا شيخ غير المثليين، الزوجة المثلية، يعني الرجل اللي صار مقام الزوجة الحين يتظاهر أنه حامل مثل الإمارات، هذا يتظاهر، يتخيل أنه حامل، فهو داخل على البثوث يقول أنا اعذروني لأنا أحس بتعب الحمل لأني حامل، أعتذر أبغى أقفل. هو كذا ما يحتاج لها تقول أنك شوف عقلي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا أن حد اللوط القتل، واختلفوا في طريقة قتله، فمنهم من قال بالسيف، ومنهم من قال يصعد به إلى أعلى مكان ويرمى منه كما فعل الله بقوم لوط، وكلهم مجمعون أن اللائق والعياذ بالله والملوط به، قال هذا دواء من ابتلي بهذا الداء لا شفاء منه، فلا علاج له إلا القتل. ابتلي بهذا المرض ما له علاج أبدا، هذا ليس رجلا، ليس إنسانا. فالصحابة كلهم مجمعون على قتل اللوطي. لذا الله جل في علاه في حكمته في قضائه وقدره أن اللوطيين في بحر في قوم لوط أرسل جبريل فقلب عليهم قرية فجعل عاليها سافلها فأفناهم على بكرتهم إلا من آمن مع لوط، حتى امرأته كانت من الهالكين. فالشاهد أن اللوط في ديننا ليس له وجود أصلا. في ديننا اللوط الإنسان هذا ما في خير، خلاص هذا ما ليس فيه حياة، هذا ليس له إلا اللي مبتليها الله، إنسان مبتليها الله بجمع الصحابة كما يقول ابن القيم. أيضا الله سبحانه الشيخ عندما قال فلم نجد بها إلا بيتا من المسلمين، بعض الناس يقول أنه بدأ بالبيت هذا، خصموا البيت هذا، فلم نجد فيها إلا بيتا من المسلمين الآية، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا إلا غير بيت من المسلمين. نعم ما وجدوا إلا بيت، خسفوا به، بدأوا بيت لوط إلا امرأته. يقول بعض التفاسير تقول أنه أول ما بدأوا بهذا البيت. لا. لوط قال الله عز وجل له ولا تلتفت، يعني أخرجوا مبكرين قبل أن ينزل جبريل. نعم. أنت وأهل بيتك إلا امرأتك. امرأته ليست شاذة وليست زانية كما يقول ابن عباس، لم يكن تحت نبي امرأة بغي، لكن كانت تدل الناس على هذه الدلالة أهلكتها، ولعلك تريد هذا. نعم.
دلالة القوم على بعضهم بعضا كانت تقوم به امرأة لوط، لكن هي ما كانت منحرفة، تدل على البيت كذا، تدل تدل الناس، فأهلكها الله تعالى بسبب هذا. لو الشيخ قبل شوي ذكرت مكتبة اسمها المكتبة اللي فيها المخطوطات، وين اللي في أورشليم؟ لا لا، اللي فيها مخطوطات القرآن اللي محتفظين فيها أورشليم. أورشليم هذه مكتبات قليلة في أورشليم، عند اليهود، عند اليهود هذه اعتقد انها بإيطاليا موجودة اكثر. لا هذه عفوك الكلام حتى يضبط وينقل بشوية ضبط يعني زائد. أنا قلت عن مصاحف خلفاء بني عباس، هذا كان في العراق، خلفاء بني عباس في العراق، وصدام جابهم على قصره، ولما قصره لما مات جاء اليهود قوات الأمريكية والقوات الأجنبية فنقلوها إلى أورشليم. أما مصحف الأم الذي نقرأه وهو الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم عند زوجه حفصة وأخذه عثمان من حفصة وعليه دمه لما قتل في محاصرته، وقتل وهو يقرأ قول الله تعالى في سورة البقرة فسيكفيكهم الله، هذا المصحف موجود الآن في إدارة مسلمي طشقند. طشقند اليوم هي الشاش قديما، وطشقند والشاش هي عاصمة أوزبكستان هذه الأيام. أنا العبد الضعيف سافرت لأوزبكستان ورأيت هذا المصحف وصورته، لا إله ورأيت خط دم عثمان في أوزبكستان. دم عثمان كيف وصل لهم؟ يقول كيف وصل لهم؟ حسنت، وصل لهم من تيمور لانج، أيام تيمور. تيمور لانج حمل مصاحف كثيرة. أنا لما دخلت المصحف في صالة يعني أنا أقدرها بحوالي 12 متر ب6 متر، والمصحف على طاولة طويلة وهو رق غزال، رق غزال، والمصحف طوله قرابة مترين، طول المصحف أوراق الرق طوله مترين وعرضه فوق 60 سنتي، وفي على جنبه خزانة، وجدت في الخزانة قرابة 200-300 مصحف من قرون متقدمة أيضا. فتيمور لانك حمل معه نفائس، وعندهم هناك في طشقند يسمون تيمور لانك الأمير، ويبغضون من يتكلم فيه، من يتكلموا في تيمور لانك يبغضون، وعملي له متحف كبير مفتوح طوال السنة، متحف لتيمور لانك هذا افتخارا به، افتخارا به. فهو الذي حمل معه المصحف إلى هناك. طيب يا شيخ يختلفن على المصاحف هذه حفص وعامر هو نفس مصحف عثمان اللي احنا نقرأ نفسه يعني. هو يقول كمصحف بس ان هذا الاساس الموجود هو الاساس الاول النسخة الاصلية اللي بخط عثمان وبخط الاصول موجودة وموزعة. انا العبد الضعيف عندي 3 مصاحف قديمة طبعا مصورات ليست اصول، عندي مصحف بخط علي بن ابي طالب، ومصحف بخط علي بن ابي طالب محفوظ لهذه الأيام النسخة الأصلية في جامع الكبير في صنعاء، وسقط من سقف كان تحت سقف فسقط، فلما قرأه أهل العلم وجدوا فيه خط علي، مصحف بخط علي وصور بدون نقاط. نعم، غير منقط ولا منقط؟ من غير تنقيط، غير منقط، من غير تشكيل، من غير عد رؤوس الآي، بالخط الكوفي الصعب الذي لو كان بين أيدينا الآن أو كنتم في عندي في البيت ما نقرأ رأيتكم إياه، فيكون الخط صعب. وفي مصاحف عثمان التي نسخ عنها 7 مصاحف وأرسلها للأمصار عن مصحف الأم الذي في طشقند الآن، نسخ 7 مصاحف، فهذه 7 وجد منها أهل العلم مصحفين، مصحف محفوظ في مشهد الحسين مقابل الأزهر والآن محفوظ، ومصحف محفوظ في متحف الملحق بآيا صوفيا،
تركيا. طرق سراج يسموه، وهو متحف مكتبة أحمد الثالث قريب من مكتبة آيا صوفيا في تركيا في اسطنبول. هذا مصحف الثاني، هذان مصحفان، والأصلاب بعد ذلك في المصاحف المتبقية. يعني واحد من مصر وواحد من تركيا. عفوا، مصحف في مصر والثاني في تركيا. في تركيا، هذه من أقدم المصاحف على الإطلاق. سبحان الله، يعني المدينة المنورة ما فيها شيء. طبعا بريطانيا وجدت مصحفا وعملت ضجة كبيرة عليه، وثبت أنه مصحف تابعي وليس صحابي. الكلام كثير. يسأل يقول غريب أنه هذه المصاحف ما وجدت بمكان مهبط الوحي اللي هو المدينة. إيه، لأنه أكرمك الله وبارك فيك، الأتراك نقلوا خيرات كثيرة من المدينة النبوية والحرم المكي، نقلوها إلى ديارهم. ولا يخفى عليكم أن الحرمين كانوا تحت سلطة الأتراك. نعم باشا، ده قبل فترة ليست طويلة. معظم البنيات الموجودة فيها الأتراك لحد الآن موجودة. دائر الحرم هذا كان هم اللي بنين الحرمين الشريفين. المكتبات، المكتبات الخطية باليد كانت لثيقة في باب السلام في المسجد النبوي، وكان في مكتبة اسمها مكتبة عارف حكمة. عارف حكمة وزير تركي، ولما قام الملك عبد العزيز آل سعود جمع جميع المخطوطات في المدينة في مكتبة سماها مكتبة الملك عبد العزيز. مكتبة الملك عبد العزيز تضم 14 مكتبة، من بينها مكتبة عارف حكمة. صارت مكتبة عارف حكمة مكتبة من 14 مكتبة، وفيها قرابة 20,000 مخطوط. مخطوط أصلي، فيها قرابة 20,000 مخطوط. وهذه المكتبة كان لها بناء بجانب المحكمة الشرعية في المدينة النبوية، ليست بعيدة عن ذلك. والآن نقلت في مكان قريب من مكتبة الجامعة الإسلامية، كانت غرب الحرم قريب والآن يعني يعدون لها مبنى كبير، وسيكون لها شأن عظيم. وكذلك كما ذكرت في مكة المكرمة وقعوا من قريب على فكرة إنشاء مكتبة قريبة من توسعة الملك عبدالله الجديدة من الجهة الشمالية، تكون مكتبة ضخمة في مكة. مكتبة مكة المكرمة فيها نفائس من الكتب، لكن حكام تركيا في العهد الذي شعروا فيه التضعضع، الفترة التي يمكن أن يزول منهم الحكم، ووظفوا نساخا ينسخون عن كل كتاب كتاب، والمسؤولون نقلوا قسما من المنسوخات وقسما من الأصول إلى تركيا، فصارت الأصول موزعة بين مكتبة الحرم المكي وحرمة المكي والحرم المدني، بعضها منسوخ وبعضها مصور. فالآن طالب العلم لما يجد نسخة منسوخة، منسوخة متأخرة وبخط متأخر، وقد يكون الناسخ يهم ما يضبط، فاعلم أن هنالك نسخة من هذه النسخة أصلية التي نسخ عنها في تركيا. فبقيت الأصول، بعض الأصول وبعض المنسوخات، ونقلت إلى تركيا بعض الأصول وبعض المنسوخات، فصارت هناك أصول ومنسوخات هكذا. هذا سر انتقال المخطوطات فيه. أما الغرب يدفع الغالي والنفيس حتى يحصل المخطوطات، والكلام كثير. كان يوم استلم الملك عبد العزيز الحكم كان المسجد الحرام يقام فيه أربع عمة، شافعي ومالكي وحنبلي. صحيح، يعني ليس هذا فقط، حفظك الله وبارك فيك. إذا عندك خارطة أطلس مكة، هذا مطبوع موجود في السوق، لو تروح على مكة على المعارض في كتب فيها صور مكة قديمة، صور مكة قديمة. فلما ترى صورة مكة، صورة المطاف، مقام الحنفية، مقام المالكية، مقام الشافعية، مقام الحنابلة، فكان الإمام لا يؤم في الحنفية فقط. فالذي أبطل هذه البدعة ملك عبد العزيز.
ملك عبد العزيز أبطل بدعة المقامات ووحد المسلمين على إمام واحد. نعم. والملك عبد العزيز أبطل ما يعرف الآن في موضوع الحج بالمحمل، المحمل للحجاج. كان المحمل مكة والمدينة في فترة طويلة من الزمن من عصر المماليك والأيوبيين إلى عهد الملك عبد العزيز كانت الكعبة تكسى بالمحمل، محمل الحجاج، فيؤتى بكسوة الكعبة من مصر وتكون على نوق وتنقل من مصر إلى مكة المكرمة، فتغير كسوة الكعبة كل عام قبل الحج في موسم الحج. وكان الناس يأتون على الدواب على النوق والجمال من سائر أقطار الدنيا إلى مكة، وكانت هناك احتفال كبير بكسوة الكعبة بهذه الطريقة. الملك عبد العزيز أبطل هذا المحمل وقضى أنه ما الكعبة ما تكسى إلا من مكة، ما في داعي للمحمل وحمل، فقضى على هاتين البدعتين، بدعة المقامات الأربعة للأئمة الأربعة. غير كثيرا. ملك عبد العزيز ملك عادل فاضل، الحمد لله، صاحب أفق بعيد بعيد بعيد، ونصر الله تعالى به الإسلام نصرا مؤزرا وأذهل كل من حوله. نعم. الحاج لما كان يصل مكة قبائل، مع احترامي يعني، بعض القبائل كقبائل حرب وغيرها كانوا ينهبون الحجيج، وكان الإنسان يخاف على نفسه أن وصل لمكة والمدينة. مجرد الملك خلال سنة ملكة سنة، فأصبح الأمن في هذه الديار شاع وذاع، وصار الناس ينامون ويأمنون على أموالهم وعلى أنفسهم، وكما ترون في مكة والمدينة وسائر. الحمد لله. الحين نمشي كل المملكة هكذا بحكمة. الحين نمشي يا شيخ مرتاحين، الله يحفظك. أنا بكرة ودي أسوي لكم إن شاء الله غدا. جزاك ربي خيرا. بكرة تجون إن شاء الله. أنا غدا في عمان إن شاء الله. لا والله غدا في عمان، في طلبة وفي أخوة وحبة، والله الأخوة ينتظرون، ما أخبرت أحد أني هنا. أعرف أن لك المكتبة ناس. عندي الأخوة يأتون ويذهبون. أنا أعرف ويظنون أني موجود، لكن والله لا يعلم أحد أني هنا. سألت لهم اللي بدأ جزاك الله أحتاج أكون، لابد ما أستطيع أغيب إلا غدا أكون في مكتبة. ما مين تتواصل؟ في عندي ارتباطات والله، في واحد والله، لكن مرة أخرى والله أني أفرح. جزاك الله خير. والله مرة أخرى. جزاك الله خير. يوم تجيني وتعرفني البيت العذرة بالاجتماع والحمد لله. والله الحمد لله. أنا عارف والله كان عندكم شبعانين. الله يحفظك. جزاك الله خير. بس ولكن ودي أجيب البيت والله. فقط إن شاء الله يا شيخ أخوة. هذا خالي ما شاء الله، ما شاء الله. النبي يقول ابن أخت القوم منهم، انت ولد عخاله يعني. لا خلص هذا شيخ توافق ان شاء الله. والله يا شيخ ودي تجي مثلك بعذرني بس. هذا حاجتي. ولا ودي احلف عليك بس. ما ودي احلف عليك لان انت سيد القوم. ما ودي يعني. والله جاء اخونا هنا الان في عمان، جاء من بيروت حتى القى وينتظرني حتى ارجع، والتواصل معي قبل قليل، قلت له انا غدا اراك. طيب في رجعه للدريات مشغول ان شاء الله وما يعلم يعني. في رجعه للدريات. الله المستعان. الله يوفقنا وياك. جزاك الله خير. بارك الله فيك ابو زيد. انتم مع الشيخ انتم والله. جزاك الله خير. بس يواعدك ان شاء الله يا شيخ. الله يحفظك. تواعده اذا جيت ثاني مره. اذا جيت تواعده والله لازم ان شاء الله. جزاك الله خير. الله يوفقك يا ابو زيد. الله يحفظك. كان والله بودي يا شيخ. بارك الله فيك وتشرفون. جزاك الله خير. الله يحفظك. بارك الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. سلامتك منك ابو زيد. داوبك ابو زيد. خلاص صوتك شوي منيح. بلكي هم يبغون فطور الصباح. اسمح لي اسمح لي. خليك تمشي على طول. سنقول بعد الصباح ابو ماجد. انا من قبل كورونا ابو ماجد. ما في يبغون يتريحون. يلا مشوار طويل لما جددوا الاقامه هنا. فالمطمع انه قبل الظهر أجدد الإقامة وأرجع إلى عمان. الله يوفقك. هذا الشيخ سعد صالح ابن عمتي. ما شاء الله ما شاء الله. ومدير التنمية الاجتماعية. الله يوفقكم. الله يوفقكم. وخطيب جامع لـ30 سنة. ما شاء الله. ومأذون أنكحة. ما شاء الله ما شاء الله.
وديها الفجر بس بعد الفجر اسوي لا خلاص بعد الفجر لا بعد الفجر عيلا يدلي يا شيخ عيلا يدلي وانت تزوج على عمتي تسمح للشيخ بعد الفجر خاتي خاتي انت بحكم المعز ولا انت بحكم انا ودي تفطر عند الشيخ بعد الفجر الله على عجله على عجله على عجله جزاك الله يلا الله يوفقكم الله يوفقكم فرصه سعيده الله يوفقكم يساعدنا فجر بس طلبته يرقيني يا شيخ وما ارقاني طلبته قلت ارقيني انا تعبان وقال لا ارفض ما ادري ليش هل يقول من استطاع ان يدفع خاف ان يفعل ما رفض يا شيخ والله يرقيني انا اشتكي الحمد لله حافظ الفاتحه ما شاء الله وحافظ المعوذات وخلاص ما يكفيها ارقي حاله سرقوا لها ان شاء الله الحمد لله زي الغزاله شيخ الله يبارك فيك خلي الرقيه طيبه استطاع ان ينفع اخاه ينفع الله يفعل خرجوا البخاري ربي يرفع قدرك استودعكم الله شيخ الله يحييك اعطونا قهوه